طيب احنا كنا وصلنا للجزء الخاص بالسيرفيس وقلنا ان دي الخدمات اللي بيقدمها نظام اداره التعلم كولي، وقلنا الدعم اللي بيقدمه، وقلنا ان هي اي نظام اداره التعلم بتفتكره ان هو فقط مش بيخدمنا كنظام فقط لاداره التعلم، ممكن يستخدم ايضا كنظام للتدريب، وازاي بيعمل امبلمنتيشن للسيرفيس دي او تنفيذ للسيرفيس دي. بيتكلم كمان عن الهيلب سنتر اللي هو مركز المساعده او الدعم، بيتكلم عن البلوج الخاصة بالسكولوجي اللي هي المدونة، بيتكلم عن التنمية بتاعته من خلال الديبندرز أو من خلال التفكير بيحصل فيه والكوميونتي الخاصة بيه. أيضا في جزء خاص بالكمباني بيتكلموا عن الشركة، بيتكلموا عن الميشن بتاعتهم، الرؤية أو الهدف بتاعهم، بيتكلموا عن الهيستوري بتاعه، بيقولوا كمان الجزء الهيستوري إن نظام السكولوجي ده تقريبا موجود من عام 2007 ل 2008 كان بداية السنة الأولى ليه، وبيقولوا إن هو بيتميز بالجامعة بعض مميزاته في الجزء ده، وإن المؤسسين وأسماء المؤسسين ليه اللي هم واحد اسمه ريان هاوينج وجيرمي برايدمان، وكمان بيقولوا إن هو بيتميز بإنه هدفه إنه يحسن مخرجات المتعلمين وعايز يحقق المساعدة في مجال العملية التعليمية ويمد البروفايدرز أو المستفيدين بخدمات تعليمية جيدة، وإنه بيتميز بإنه سهل جدا في عملية الاستخدام. والحقيقة الميزة دي مش موجودة بس في الاسكولوجي، لا، ميزة السهولة في الاستخدام موجودة في أنظمة كتير عندنا. كمان بيتكلموا عن الـ زي ما قلنا الميشن بتاعته، الرؤية بتاعته، بيتكلموا عن النيوز روم، عن الحاجات الديجيتال الموجودة، بيتكلموا عن الايفنت، عن الاحداث، عن السيناريوهات، بيتكلموا عن الكولج نفسه ايه الجديد في الكولج وازاي تعملي كونتاكت للفريق الخاص بالكولج بالتفصيل معاه. نيجي بقى للجزء الخاص بتاعنا اللي هو زي ما قلت على نظام الكولج. طبعا انا قبل كده عامله اكونت على نظام الكولج، اذا كنت انا عامله اكونت فابتدي ادخل على الجزء بتاع اللوج ان وابتدي ادخل الباسورد بتاعي واليوزر نيم بتاعي. تمام، طبعا بدخل هنا اليوزر نيم، بدخل الباسورد وابتدي ادوس على اللوجن ان. لكن قبل ما ادوس على اللوجن ان في جزء خاص بالساين اب، وده لو حضرتك انت هتدخلي اول مره على اسكولوجي زي ما هنعمل ان شاء الله المحاضره القادمه، بحيث ان انت ممكن تدخلي هنا ثلاث طرق، ممكن تدخلي كانستراكتور يعني كمعلم، او تدخلي كستودنت كطالبات تستفيدي من المقررات الموجوده عليه او من الخدمات الموجوده عليه كطالبه. وكمان بيقدم ميزه جديده اللي هو ما كانتش موجوده قبل كده اللي هو النظام انت ممكن تدخلي كبيرنت، وده بياكد مفهوم ان انا ممكن استخدم نظام الكولوجي كنظام اضافي للتعلم ايضا في المدارس وفي الصفوف العليا او الدنيا، يعني ممكن استخدمه من الاتجاهات المرحله الكريس، ممكن استخدمه من مرحله الاعداديه، مرحله الثانويه وهكذا، بالاضافه ان انا ممكن استخدمه في المرحله ايضا اللي هي المرحله الجامعيه. كمان مهم جدا ان احنا نشوف جزء مهم قوي. طيب هنرجع تاني ل طبعا حضرتك ممكن تحددي، طبعا لما نيجي نشوف الاسبوع الجاي هنحدد اذا كنت انا هدخل كانستراكتور حضرتك هتستخدمي وهتكون كاستودنت. طيب نيجي ندخل على الجزء اللوجن اللي انا قلت لحضرتك قبل كده ان عملنا اصلا عليه يوزر نيم باسورد. هدخل اليوزر نيم بتاعي اللي هو الايميل بتاعي، طريقة عادية جدا، دخلت الايميل وابتدي اقول له لوجن. طبعا هو بدأ هنا يبتدي يدخل على الجزء الخاص بال بدأ يدخل على النظام زي ما حضراتكم شايفين، ودي الانترفيس الأساسية لنظام السكولوجي. طبعا هنشرح القائمة بتاعتنا دي بالديتيلز بتاعتها اللي هي القائمة الموجودة عندي افقيا والقوائم الرئيسية. دي اللي احنا بنسميها الهوم بيج أو الصفحة الرئيسية لنظام السكولوجي. موجود كمان عندنا جزء خاص بالكورسز أو المقررات، موجود الجروبس، موجودة الريسورسز أو المصادر، موجود لو ثانية لو في انا عندي اكتيفيتي حاجات الانشطه الريسنت او الحديثه، ايضا موجود عندي الكالندر، موجود المسجز
البيبل، السبسكرايب، الاد سنترز اللي هو المركز الخاص بالاد او بالابلكيشنز او بالتطبيقات المختلفه اللي ممكن اضيفها، وموجود خاص جزء خاص بالانفايت كوليج اللي ممكن ادعو المستخدمين او ادعو الطلاب او اللي هم الاشخاص المستخدمين لهذا الايميل لهذا النظام. طبعا هنستكمل كل النقاط دي في الصفحه.